هذا هو. وبعدين أنا لازم روح على مكان كتير مهم وآخذ شو هاد اللي صار هلا؟ لك مو وقت هاد الشي يصير أبدا. شو ما شفتيني جاية؟ ما كان فيك تبعديلي شوي؟ أوف عم توجعني. أنا لازم نظف قبل ما حدا يجي. لك أنا شو سويت؟ طاولة ما بتفهم. موكش انت ولد كتير حلو مو هيك؟ انا عن جد كتير جوعانه. انت فطرتي شي؟ لا انا نسيت، اسفه. انت اليوم ما لازم تاكلي مو؟ اوه انت شو مفكره؟ شو قصدك؟ انتي ليش عم تورجيني؟ ليش عم بتورجيني هذا الشيء؟ انتي ناويه انك تخربي لي هذا اليوم ما هي؟ انا بعرف كل شيء، وبعرف كثير منيح انه على الرغم من انك عايشه ببيته لملهر، بس عم تدعميها لسم بدا بكل شيء عم تعمله. بس اسمعيني، لازم تفهمي هالشيء منيح. رح كمل هذا اليوم لو شو ما عملتي، ورح ضل حاول لحتى اقدر انقذه لملهر من السجن واسقط التهم، وما رح خلي شي يخرب هذا اليوم بنوب. ولهيك انا سويت معجونة بذور السمسم. لا كليان، انا كمان بدي تكملي هاليوم وبخير. صدقيني انا ملهر ما بدي اياه يروح على السجن. ايه معناتها بدي ترتاحي، رح لاقي طريقة لانقذ ملهر من السجن. ايه وكمان شو رأيك تصافحيني هلا؟ نزل التردد الجديد لزي الوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.